معايا حد من مشجعي النادي الاهلي، كريم حسين شحاته الشيخ كريم حسين شحاته. بصراحه كريم حسين شحاته توقع ان النادي الاهلي يكسب النهارده ومروان محسن، حتى انا قلت له هيكسب كام الاهلي، قال لا هو مروان محسن. طب هيكسب وانا داخل قال انا كريم حسين شحاته اللي فزت من المباراه اللي فاتت، وقال النهارده مروان محسن هو اللي هيسجل. سبحان الله. يعني كريم انا وعدته بحاجه بيني وبينه بقى، يعني مش عارف هكلمك انا بعد البرنامج كريم اشوفك انت عايز ايه بصراحه، ده انا هجيبك معانا هنا كل ما تشوف. لكن مباراه كابتن بلال لسه كنت